تعال نروح على التموين. بص بقى، انا لسه كنت بتكلم معاك في ايه، احنا دولة بتفكر فتقول انا لازم يبقى في عندي على الاقل في اقل تقدير سد فجوة استيرادية في زيوت الطعام، الزيوت النباتية، فبزرع ذرة صفراء او بدأت ازرع بقى الذرة الصفراء ووزع ووسع الرقعة الزراعية بتاعتي واعمل حافز للمزارع وما الى ذلك، وبزرع فول صويا وبوسع الرقعة اللي كانت موجودة على استحياء وادي حافز برضو للمزارع، بس كده؟ لا، وانا بس عايز القصة تبقى زراعة. طب وبعدين هو مش الحاجات دي لازم هتتعصر علشان يبقى في عندي زيت؟ طيب ومش بس كده، ده انا كمان عايز بعد كده بعد انتهاء مرحلة العصر دي انا احول الحاجات دي لأعلاف بقى. فوزارة التموين بتطرح ثلاث فرص استثمارية ضخمة. يعني اخواننا اصحاب رؤوس الاموال، اخواننا رجال الاعمال، اخواننا المستثمرين الكبار، من يريد ان يهتم بالصناعه، نقول له الوزاره بتقول لسيادتك في ثلاث فرص استثماريه كبرى في مجال ايه؟ انتاج زيوت الطعام، مش استيراد زيوت الطعام. خلينا ناخد معانا على تليفون المهندس احمد عبد الوهاب، رئيس مجلس اداره شركه الاسكندريه للزيوت، شركة عظيمة كبيرة عريقة ليها تاريخ. فنيجي الأول نرحب بالبشمهندس أحمد عبد الوهاب أولا. إزاي الصحة يا فندم؟ إزيك يا فندم؟ إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. بشمهندس، إحنا بنطرح ثلاث فرص استثمارية للمستثمرين إن هم يعملوا مصانع للزيوت. بالظبط. ليه طيب يا فندم؟ ما إحنا حلوين كده. لا إزاي؟ وما احنا خلينا ارجع بيك شويه، 2019 كانت مصر بتستورد 97% من الزيوت. يعني بنستورد زيوت خام 97%. استهلاك مصر حاليا 2.4 مليون طن من كافه انواع الزيوت. دول بيكلفونا كام حاليا؟ بيكلفونا 3.5 مليون دولار، مليار دولار. بما معنى 75 مليار جنيه. فاحنا بنتكلم رقم مهول مش رقم قليل، زائد سلعه بنتكلم عنها سلعه استراتيجيه لا غنى عنها. بالتالي الامور ما كانتش صحيه. فكلام خبره ان عدد مش هقول. معلش يا باشمهندس الخط بيقطع جامد. لا انا الخط عندي سليم مش عارف. حلو كده. شبكات معلش. كده كويس؟ طيب ماشي اوكي. قلت لي كام دولار يا فندم؟ 3.5 مليار دولار سنويا. يانا يعني 75 مليار جنيه تقريبا. تمام ماشي. فطبعا ده حاجه غير صحيه، وبالتالي كان لازم ان احنا نشوف حجم المشكله وايه الحلول المطروحه. زي ما حضرتك قلت، ما ينفعش ان انا كل حاجه تبقى مستورده، لازم يبقى في جزء بينتج عندي. بس طبعا عشان ازرع محاصيل زيتيه يبقى انا لازم هنا المزارع يكون مقتنع تماما ان هو لما هيزرع المحصول هيلاقي اللي هياخده منه حاجة تانية هيكسب من ورا الزراعة. فبعمل زراعة تعاقدية. بالظبط كده، واحنا كان عندنا تجربة رائدة في صناعة السكر في لما زرعنا البنجر. البنجر. الأول كان السكر كله بيجي من قصب السكر. وكان بنجيب منه مليون طن. طب احنا عايزين دلوقتي في مصر استهلاكها كان 3.3 مليون طن. طيب الباقي كله كان بيجي استيراد. طب ما جينا نعمل قلنا لا، البنجر بيستخرج منه السكر، وبالتالي تم إنشاء مصانع للبنجر موجودة في أنحاء الجمهورية بناء على المصانع اللي موجودة. المصانع دي عايزة مادة خام. وبالتالي تم إجراء الزراعات التعاقدية للبنجر، وصلنا ل 600 ألف فدان ادونا 1,600,000 طن سكر، قربنا من الاكتفاء الذاتي للسكر. وبالتالي عندنا تجربة رائدة بالنسبة للسكر، نبتدي نستنسخها بقى في الزيوت. الزيوت يمكن أصعب شوية لأن زي ما قلنا استثماراتها عالية جدا. فكان أول خطوة معالي الوزير عرض على سيادة الرئيس ان انا كل الزيوت بتيجي من بره، لا احنا ننزل خطوه لتحت نعمل تعميق للصناعه، ان انا استورد البذور بدل ما اجيب الزيوت خام، لا استورد الاول البذور واعمل عمليات استخلاص ليها في مصر هنا، وبالتالي توفر لي كميه زيوت. وفعلا من 2019 ابتدينا ان يتم استيراد البذور ويتم استخلاصها في مصر. دي وفرت لينا نص مليار دولار، يعني 10 مليار جنيه، يعني بنسبه 15%. ودي كانت المرحله الاولى. بس هل هي دي
التوجه الاستراتيجي للدوله؟ لا طبعا، التوجه ان انا يبقى زي ما حضرتك قلت في زراعات تعاقديه، وبالتالي تم التنسيق بين وزاره التنميه ووزاره الزراعه، وابتدينا فعلا ان احنا وزاره الزراعه تشوف الاماكن اللي هيتم الزراعه فيها مع المزارعين، وتعاملت العقود الزراعيه، ابتدينا ب 250 الف فدان فول صويا طبعا. والمزارع اما احنا عارفين لما هيكسب وهيلاقي اللي ياخد منه المنتج كمصنع موجود هيبتدي طبعا. 250 ان شاء الله يبقوا 400 يبقوا 500، ونبتدي نفس، بحيث ان انا مش بقول ان انا 100% مش هنقدر، صعب جدا ان انا استهلاك مصر كبير 42 طن، منهم مليون طن بره ان انا اقدر ازرعهم في مصر، اللي هم الزيت النخيل ومشتقاتها دي بتيجي من اندونيسيا وماليزيا عشان طبيعه الجو. وبالتالي على الاقل ان انا اوصل 50% من الزيوت اللي انا ممكن اقطعها هنا في مصر. وبالتالي كان الشركات، كان موجود شركات بتعمل تكرير وتعبئه فقط، تتبع الدوله، تتبع الشركه القابضه للصناعه، تبع وزاره، عندي هيكله الشركات، تم اعداد دراسه لمده سنتين، تم اعاده هيكله الشركات اللي وصلت النتيجه بتاعتها ان ينشا ثلاث مجمعات صناعيه جديده، لان عشان تقعد تصلح في القديم مش هيديك النتائج المرجوه، زائد ان المصانع القديمه كلها في الكتل السكنيه، واحنا بنتجه ان احنا نطلع المصانع بره في المناطق الصناعيه. وبالتالي كانت نتيجه الدراسه بعد العرض على القياده السياسيه والموافقه انشاء ثلاث مجمعات صناعيه كبرى، مجمع في برج العرب بطاقات انتاجيه 900 الف طن بذور سنويا استخلاص، 240 الف طن تكرير وتعبئه زيوت، 90 الف طن انتاج سمن نباتي وشورتنج ومارجرين. مجمع ثاني في السادات بطاقه 240 الف طن تكرير وتعبئه زيوت، مجمع الثالث في سوهاج بطاقة 600 ألف طن استخلاص للبذور وتكرير وتعبئة الزيوت 240 ألف طن، طبعا طاقات مهولة، طاقات دي هتغطي المنظومة التكوينية بالكامل وهتغطي الجزء الكبير من السوق المحلي، وممكن هتحتاج للتصدير لأن احنا الكميات كوست اللي هي بتطلع نتيجة الاستخلاص دي هتدخل في صناعة العلاف وممكن نصدر منها للخارج، وبالتالي الفرص الاستثمارية اتعرضت، لأن زي ما بنقول هو توجه الدولة في المرحلة الحالية تعظيم دور القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص زي ما سيادة الرئيس في آخر قال في اخر مؤتمر ان القطاع الخاص هو هيكون قاطره التنميه. وبالتالي وزاره التموين كان ليها الرياده ان هي نظمت المؤتمر النهارده وعرضت الفرص الاستثماريه على المستثمرين، كان في ضيوف من الدول العربيه الشقيقه والمؤسسات الماليه، بحيث ان اللي عايز يساهم معانا حتى يوصل لنسبه 70% الدوله ما عندهاش اي مشكله، احنا اساسا بنتجه الى ان القطاع الخاص هو يكون. وبالتالي تحصل هذه الشراكة في النهاية خالص الكل كسبان، أنا كمواطن بالزبط. مبسوط، التكلفة بتقل، ساعتها أنا كمان هبقى مبسوط مرتين. أنا بشكرك جدا أولا باشمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الأسكندرية للزيوت.